Chief, please. We've gotta go. That Didact, he manipulated Infinity's signal to get us to release him. Get up! What's happening? Moving the satellite into something to destabilize the core. The Didact's leaving. We've gotta find a portal out of here before the whole network collapses. طيب اوكي، نكمل طريقنا الجميل هذا في هيلو 4. grab one of those ghosts. شيء جميل. يلا مشينا نركب الجوست. الزر. Hang on. I'm going to channel energy from your shields to overdrive the ghost. الصوت مرة كثير. يا رجل سقعنا يا حرمش. keep going. انقلبنا يا ابعد عن الطريق. ابعدوا عن الطريق. صارت نيد فور سبيد هذه، ما صارت هيرو. طحنا يا ساتر يا ساتر. شقلبنا يا شباب يا حرمة. فيلم صار والله. نقزنا فوقهم قبل شوي. والله العظيم اني كنت ناويها 100 ومشينا مرة. الجوست من اكثر الاشياء في اللعبة ما احب اسوقها. احس انها شلون سيارة مي كويسة أوي، أو مركبة مي كويسة لأن هي بسيارة. قولوا له وش اللي طار قدامنا؟ يا إلهي. ويهي. يلا 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 يا كورتانا. كورتانا قصدي، هذه كورتانا زبده. متنا؟ لا ما متنا، وصلنا البورتل طبعا. ازاي حنا نموت كده؟ كده. واو 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 واو. صراحة لقطة جميلة جدا. هذه من الدعاية، هذه من التريلر ترى، من العرض. شوف نتابع. Track its descent. Marking. Impact predicted 77.8 kilometers due north. هذا الشرير. أوف. You know where he's heading. Same place we are. بنروح نفقع وجهه. فور رانر. اوكي ما اعرف ليش يعجبني الماستر تشيف صدقون، يعني من الشخصيات اللي ما اعرف، يعني في ناس تحب سنيك اللي في متل جير، انا ماستر تشيف بالنسبه لي هو الرجل الاول. ادري اذا فهمت ايش اقصد ولا لا، بس انه يعني حتى ودي انه يكون ودي لو اني بديت من اول على انه السكن حقي ماستر تشيف ماينكرافت، لكن Something tells me that's only because the Didact wanted it that way. This is Lasky to UNSC Infinity. We're up to an extra bad guys down here. Does anyone read? This is Sierra 117 of the UNSC forward under dawn. We're on station, ready to assist. Negative copy. Sounds like you said forward under dawn coming in. Signals bouncing in and out. I can't clean it up. Light up their friend or foe tags. We're gonna need something to zero in on. بروح اساعدهم. كان ودي السكن حقي يصير في ماينكرافت ماستر تشيف، بس دام انه خلاص سمايلي فيس، لانه انا واحد حبيت انفينيتي. لانه They must not have received his distress call. لأنه من الشخصيات اللي مرة، ليش أنا شخصيتي في ماينكرافت السمايلي فيس؟ لأنه من الأفلام اللي مرة عجبتني اللي هي Watchmen. One of them's an officer. Check his IFF tag. The tag IDs him as Jimenez Halo J. Then Lasky's still out there somewhere. DMR من أحلى الأسلحة عندي في اللعبة. هذا السلاح طبعا أول سلاح اللي فيه دائما كان في هيلو ريتش، الظاهر انهم طلعوه في هيلو ريتش، ما اذكر لانه كان موجود قبل. العب في الباتل رايفل كثير، لكن الدي ام ار بالنسبه لي هو افضل شيء. اكثر سلاح ممكن تصوب فيه يعني، او بالاصح اسهل سلاح ممكن تصوب فيه، والدمج حقه عالي يعتبر. هذا برضو تطلعه في الاونلاين تشتريه. عجبتني طريقة انك تقدر تشتري الاسلحة، لانه انا كنت من الناس اللي في الاونلاين اللي تشتري الاسلحة طبعا، انك كل ما تلفل توصل لك توصل الليفل معين و يبغالنا وش هذا السالفة، فتوصل الليفل معين في الاونلاين عشان تطلع بوينتس زي في يا اخي ايش هذا، ابغى ليه ما تخيل يا اخي. زي نظام بلاك اوبس تشتري اسلحه عن طريق الفلوس اللي تجمعها وما نعرف ايش، مره حلوه الحركه يعني، انا تعجبني اساسا في بلاك اوبس، كانت تعجبني بلاك اوبس الاولى انك تشتري الاسلحه بالفلوس اللي تطلعها، فكل ما عندك كل ما كان عندك فلوس تطلع اشياء جديده. ودي انها صراحه تصير زي كذا في بلاك اوبس الثانيه، مع اني ما ادري يعني للحين ما ادري عشان كذا، لكن اتمنى امنيه حياتي. كراسي من الالعاب اللي لعبتها الفترة هذه كانت كرايسس 3، كان طور الالفا الحين لسه توها يعني، كانوا يوزعون اكواد الفيسبوك حقهم انك تعطيهم لايك على الفيسبوك ويعطونك الكود يجيك الكود. حلوه حركه الفيسبوك تبون الصراحه، مره عجبتني انا. ف Hold up. What was that he dropped on the ground? Nice. That's the grenades. This is what they've been using to see through the fog. What? مشكلة الأسولت رايفل هنا على انه هو السلاح الرئيسي حق ماستر تشيف، الا انه يقهر مرة. يقهر مرة لانه ضعيف، يعني انا ما احبه حتى في اللعب العادي اذا احد طيحه، يعني واحد كان يستعمله ما استعمله. احاول اني ما استعمله، ارميه والله ما اشيله معي. ايش هذه؟ هذه اول مرة استعملها حتى في الاونلاين، لسه ما وصلت لها حتى، فممكن تطلع حلوة ذي لانه اقدر اشوف. خذ لك هيد شوت على وجهك، خذ. انقلع يا شيخ. قهر دي ام ار حقي طبعا. وين صديقي ذا معايا؟ مرة ثانية يلا. اوكي. اي فهذا الآلي الصغير ما قد جربته حتى في الاونلاين، لسه ما طلعته. فما شوف السالفة. انت مين يا حبيبي يا قلبي؟ وين صديقي ذا؟ Lasky's been through here recently by the timestamp. في سلاح في هيلو اللي قبلها كانوا طبعا اللي ضدك ايلينز بعد نفس الشيء، بس مو بهذول، ايلينز ثانيين. كانوا من الشخصيات اللي مره احبهم يعني، لان اشكالهم تضحك يعني، هذول كانوا رهيبين يعني مره. وو 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 لازم يغيرون طريقة. وين الآلي حقي هذا؟ شكله ما يسوي شيء، تصدقون؟ ما أعرف ايش يسوي ترى للحين. يا صديقنا. خذ 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 خذ، حط شيء من الحيوان. يلا يا صديقنا الآلي. والله تصدق يطلق عليهم. اوكي. خذ. طلع. صديق آلي شكلك تبغى تموت صح؟ هذا اللي صار لك الحين، انك مت. I've got another IFF tag, but as far as I can tell, we're moving into a choke point. This may end up as a dead end. Okay, you go forward. Hold. Oh. حتى الأسلحة حقت الأليينز القديمة مو موجودة هنا غير. إلا لله. طلع. طيب ازاي نرقى فوق؟ ازاي نطلع فوق من هنا؟ يمكن ايوه من هنا. شيء ما يجي دامج اذا جاي ينقز ولا شيء، ما يجي ولا اشي. That's the friend or foe tag, but where's whoever it belongs to? هالدمار. وش في هذا البيت؟ وعطني جرانيدز. Multiple IDs. Chief, they're friendly. شو السالفة؟ هذول أصدقائنا. صديقينا. صديقينا. Afraid we're gonna have to give you an IOU on that welcome home party. Tom Lasky, first officer of the Infinity. Never thought I'd see you again. Seal her up. What? Okay. أهلاً. هلا والله. I thought you'd be taller. Commander, radio's hot. في ناس قالوا ان اللعبه تشبه ماس افكت، وصحيح كلامكم ترى، لكن فرق بين هيلو وماس افكت شيء واحد. هيلو مصنف على انها شوتر، ماس افكت مصنف على انها ار بي جي. خلينا نسمع شو يقولون. You were sent on a scouting run in the middle of an attack on the ship. The captain thought Infinity could provide us cover and hold off the attack at the same time. Sir, we'll never get the wounded back to the ship on foot. I don't know if it's too soon to ask you for a favor, but we're gonna run out of breathing room here real quick. I don't suppose you're any good at clearing LZs. On occasion. I'll send out an all-clear once the area is secured. A topographical scan of the area shows a break in the foliage north of here. Should be big enough to bring in. Mass Effect RPG. RPG معناها role playing game. role play game يعني لعبة مو ما لها علاقة بالشوتر، لها علاقة بس ما هو الشيء الأساسي فيها الشوتر يعني. الشوتر يعني الأسلحة، مثلا انك عندك أسلحة وما نعرف ايش. شو الحيوان ده؟ ماس افكت لها ما تقارن يا شيخ، أنا ما عندي لعبة أقارنها في هيلو، مستحيل. مستحيل أقارن لعبة في هيلو. مو بلأنها اللعبة العظيمة في العالم والباقي الألعاب كلها خايسة، لا 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 لا. بس ما في لعبة بالنسبة لي، في ألعاب طبعا مصنفة شوتر كثير، لكن حتى باتل فيلد ما اقارنها بهيلو. باتل فيلد بالنسبه لي لعبه حرب، لكنها ما هي بلعبه شوتر يعني بشكل عام، يعني لعبه شوتر لكنها لعبه حربيه. هيلو ما هي لعبه حربيه، هيلو لعبه. هذا الشيء ايش؟ انا ابغى افهم. فتح هذا الشيء فوق ثاني. فهيلو ما هي لعبة حربية أبدا، ولا هي بلعبة حربية، ولا تصنف على أنها حربية حتى، مستحيل. فرق السماء عن الأرض بينها وبين اللعبة الحربية. لكن باتل فيلد حربية بحتة بالنسبة لي. فما أقارن هيلو في باتل فيلد، ولا أقارن ترى هيلو في كول أوف ديوتي على فكرة، يعني للي يبغى يعني يسأل. يعني بالنسبة لي هيلو لعبة فضاء، صحيح انها لعبة شوتر لكنها ما هي بلعبة حربية. يعني لعبة كول اوف ديوتي، لعبة خليني اقول لكم مثلا على سبيل المثال، هيلو ما فيها اسلحة صدق موجودة في الحياة، يعني دي ام ار مو موجود، باتل رايفل مو موجود، ممكن نفس الشيء مو بنفس الشكل، لكن موجود اشياء تشبه لها، لكن مو موجودة، ما فيها الاشياء، الحيوانات، المخلوقات هذه الصدق يعني. Commander, this is Cortana. We're on our way. Pelican guys. One hack here. اطلع يا صديقنا، يلا روح. شوف الليدر عندنا هنا. بعدين تعرفون وش الفرق بين هيلو وباقي الالعاب، وليش انا دائما اقول عنها هي اللعبه اللي المفروض الناس يعني تلعبها؟ لانه هيلو لعبه اذا انت تحب التحدي، انا برايي اشوف انه هيلو افضل لعبه تحدي موجوده. هذا السلاح انا حتى ما احبه والله، ما ادري ليش اخذته. يلا مشينا مشينا يا اصدقائي. ما تقارن، ما تقارن ابدا. لا هيلو تقارن في باتل فيلد، ولا باتل فيلد تقارن في هيلو، ولا حتى في كول اوف ديوتي بالنسبه لي انا. طبعا بالنسبه لي مو معناها انه انا والله ابغى ادافع عن هيلو وما نعرف ايش، لا لا بالعكس بالعكس بالعكس، قاعد اتكلم كل شو اسمه بكل حياديه. يعني انا شخص احب هيلو واتكلم بكل صراحه عنها، يعني فيها اشياء ما عجبت ما تعجبني فيها، فيها اشياء تعجبني فيها. يعجبني فيها اسلوب التحدي، يذكرني في الالعاب القديمه، في الاجزاء القديمه الهيلو، لما كنت العبها مع اخوياي، لما كنا نروح شبكات وما شبكات والطقه هذه في الشرقيه، كانت ايام حلوه مره هذيك. ايام حلوه كانت ايام حبك. مو بوقتك قاعد تغني. يا ويلي. يمكن مثلا في ناس كثير حبهم الاول والاخير كود، مستحيل يغير عن كود. ابراهيم خليل واحد من اعز اخوياي، عنده صح قناه ومستحيل يغير عن كود، نو واي. انسرت اوكي. وما حد يقول لك شيء، ما حد قاعد يغصبك على انك تجرب لعبه طبعا، لكن These doors open into a cave system with a space large enough for an LZ. Hold them off long enough for me to open the doors. ما ادري ايش السالفه، ما ادري ايش لازم اسوي. Hold who off. اوكي.